الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المشاهدين الأوفياء، أجدد الترحيب بكم في قناة الوردي كندا ماغوك، وأرحب بالمشتركين الجدد. من فضلكم شجعوني بإبداء الإعجاب وترك تعليق ومشاهدة للآخر، جزاكم الله خيرا. مدة الفيديو لن تطول، والموضوع مهم جدا جدا واستفزني كثيرا ومرات عديدة منذ أن أصبحت من ناشر محتوى على اليوتيوب. وللأمانة راودتني فكرة التحدث عن الموضوع فقط بعدما سمعت اليوتيوبر المغربي من قناة كفيف وأفتخر كان قد تكلم عنها في بث مباشر. قبل البدء، المرجو منكم دعم قناة كفيف وأفتخر بالمشاهدات، ولكم الأجر والثواب. الجمهور المقصود بالفيديو هو كل شخص معتنق للدين الإسلامي بدون استثناء. أتمنى أن تكون لغتي سليمة وأن يفهمها كل المتكلمين باللغة العربية. إخواني المسلمين، أخواتي المسلمات، قبل سنة تقريبا كانت قد تمت أعمال إرهابية واعتداء على المسلمين بمسجد النور بنيوزيلندا، ولا شك أنكم تتذكرون الحادث. حينها قمنا نحن أصحاب القنوات باستنكار الحدث والفعل الشنيع، وتقدمنا بالتعازي لأهالي الضحايا الشهداء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومنها منصة اليوتيوب. وبنفسي استعنت آنذاك بصور المسجد المعني بالأمر مع آيات من الذكر الحكيم، ونشرت الفيديو على القناة. وللأسف ما إن تمت معالجة الفيديو حتى طالب مالك حقوق الطبع والنشر بمحتوى في الفيديو الخاص. توصلت برسالة إلكترونية تقول أنه قد قام مالك بمطالبة بحقوق الطبع والنشر لمحتوى الفيديو، وبالضبط على المقطع الكامل الذي تتلى فيه آيات من الذكر الحكيم. فقمت بحذف الفيديو كاملا مباشرة بعد قراءة الرسالة. وقد حدثت عدة مرات أنني أتوصل برسائل من ذاك النوع فور طرح الفيديو على قناة، وأضطر إما لتغيير المحتوى الصوتي أو لحذفه مهما كان نوع الصوت أو لحذف الفيديو ككل. إخواني أخواتي، ما يستفزني بشدة ليس اضطراري لتغيير أو حذف الموسيقى أو النغمات. ما يحز في قلبي وفي نفسي هو أنني كمسلمة ليس لي الحق في أخذ مقطع من تلاوة المقرئ الأجلاء لكلام الله عز وجل يثير غضبي ويؤلمني في نفس الوقت. أن لا أستطيع نشر القرآن الكريم لأنه أصبح للتجارة ولم يعد للعبادة والموعظة. الكارثة الكبرى أن من وضعوا علامة عدم إعادة استعماله ليسوا هم من يتلونه، ولا هم أصحاب التسجيلات الأصليون، ولا هم من أنشأوه أول مرة. هم فقط تجار بالدين، أخذوه من أصحابه الأصليين وامتلكوا الحق في الربح منه وحدهم ومنع الآخرين من إعادة نشره. طمعهم وجشعهم يدفعهم لعدم ترك فرص للآخرين بإعادة نشر آيات وصور تتلى من طرف الشيوخ والمقرئين الأجلاء. فقد يحتاج أحد منا إلى تعزيز موقف أو تقديم دليل من الكتاب العزيز، وبصوت القارئين سيكون أكثر تأثيرا، فليس كل منا يستطيع تلاوة القرآن الكريم مع احترام قواعد التلاوة، وليس لكل الناس صوت رائع للتلاوة. والقراءة العادية للآيات القرآنية ليست كتلاوته مع احترام قواعد التجويد. إخواني أخواتي المسلمين، هل تتفقون معي؟ هل القرآن الكريم نزل للاحتكار والتجارة؟ هل تلاوات الشيوخ والقراء المتمكنين هي حكر على القنوات التي تنزل الإعلانات عليها؟ هل هذا هو الدور الذي من أجله أنزل الله كتابه العزيز علينا؟ لماذا لا ينشر الجميع القرآن الكريم مجانا بدون أرباح الإعلانات؟ لماذا لا تترك الفيديوهات تلاوة القرآن الكريم خالية من الإعلانات؟ لماذا يستغلونه لجني الأموال؟ لقد تمادى الإنسان كثيرا في جشعه وطمعه، لم يبقى شيء لم يتاجر به، وحتى الركائز الدينية من أعمال فقهاء وعلماء الدين أخذها البعض ونشرها وفعل عليها الدخل ويقتات منها ويحتكرها بكل وقاحة. يا أمة الإسلام، لا تتاجروا بالدين الإسلامي، انشروا بدون استغلال وربح مادي، هناك الكثير للنشر وحققوا من ورائه أرباحا، واتركوا فيديوهات القرآن الكريم مجانية وللكل.
فبذلك تربحون المال ومعه الذنوب والمعاصي وتخسرون آخرتكم. أتعرفون لماذا؟ البعض يعرف ولا يهتم سوى للأرباح التي يجنيها، والبعض الآخر لا يعلم عاقبة ما هو فاعل ولا نتيجة ما يقوم به. اعلموا جميعكم يا من تفعلون الأرباح على تلاوات الكتاب العزيز أنكم هالكون لا محالة، لأن الإعلانات التي تظهر للمشاهد لا تليق بفيديو محتواه كلام العزيز الجبار. ففي كل بلد تظهر إعلانات مختلفة للمشاهد حتى ونحن مشاهدون، وخلال استماعنا لتلاوة من تلاوات الشيوخ المعروفين سواء الأحياء منهم أو الأموات، فإن الإعلان يقطع التلاوة أو درس ديني أو ما شابه، وتظهر لك إما امرأة غربية بملابس فاضحة تقدم إشهارا لعطر أو لمواد التجميل مع موسيقى صاخبة ومناظر مخلة. ربما يظهر في الإعلان إشهار للأشياء المحرمة كالخمور أو عدة أشياء أخرى غير لائقة بمشاهد الفيديو أو مستمع لتلاوة كتاب الله عز وجل. إذا أين هو الهدف الأسمى من نشركم للقرآن الذي أصبح حكرا عليكم للاستفادة المادية، وكل من أعاد نشره يتلقى إنذارا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين وصل المسلمون بجهلهم لدينهم وتخليهم عن أمور دينهم واتباع أهواء نفوسهم وانسياقهم وراء إغراءات دنياهم؟ أيها المسلمون المؤمنين، إن غيرتي على دين محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا هو ما جعلني أتطرق لهذا الموضوع، فقد تكرر معي نفس الشيء عندما نشرت فيديو يظهر فيه صحن الطواف والمسجد الحرام فارغا من المعتمرين والمصلين، وبعد إفراغه خوفا من تجمعات الناس التي قد تؤدي إلى الأدوى بفيروس كورونا بين المصلين والطائفين العاكفين بالمكان. سألني بعض المشاهدين عن غياب الصوت مع أنني شرحت الأسباب في صندوق الوصف عن اضطراري لحذف صوت القرآن الكريم بمنطق صاحب حق النشر، فليس للآخرين حق إعادة نشره، مع أن كلام الله سبحانه وتعالى وجزاء تلاوته عظيم ولكل المسلمين الحق فيه، وليس لنا الحق في الربح المادي من ورائه. يا ناشر القرآن الكريم، اتقوا الله ولا تسمحوا بوضع الإعلانات عليه. هناك عدة طرق للربح وجني المال الحلال بدون ضمان العقاب والعذاب الشديدين يوم الحساب. هذا هو آخر كلامي، وكانت تلك رسالتي. الربح الفعلي هو ربح الجنة من وراء تلاوة القرآن ونشره والعمل به، ولكم واسع النظر. سأختم بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.